فضيلة الشيخ عطية صقر، ما معنى القدر ولماذا سميت به ليلة القدر؟ الأقوال كثيرة في معنى القدر المتصل بهذه الليلة، فقيل إن القدر هو الحكم أو التقدير، بمعنى أن الله يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة، أي يسلم ذلك إلى الملائكة مكتوبا من اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب. وقيل معنى القدر في هذه الليلة هو الشرف والعظمة، من قولنا فلان له قدر، أي شرف ومنزلة. والقدر والشرف هو للعبادة فيها، حيث إنها تكون خيرا من ألف شهر، أو هو للقرآن الذي نزل فيها، وهو أعظم كتاب نزل من عند الله سبحانه، أو الشرف هو لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذه الليلة حيث جاءته الرسالة التي عظم بها قدره، كان من قبلها شخصا عاديا لا يتمتع في قومه بما يتمتعون به من سلطان ومال وما إلى ذلك. هذا أحسن ما قيل في معنى القدر المنسوب لهذه الليلة، والله أعلم.